إذا للوقوف على أوضاع السجون الحكومية في الناصرية بعد تفشي مرض التدرن، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي. أستاذ علي، مرحبا بكم. يعني هناك اعتراف واضح من قبل إدارة سجن الناصرية تقول إن أغلب المعتقلين في سجون وزارة الداخلية يصابون بمرض التدرن، لكن السؤال هنا بما ترجع هذه الظاهرة التي باتت متزايدة نوعا ما أستاذ علي؟ تحية لكم ولمستمعيكم الكرام. الحقيقة عملية الإهمال الطبي في سجون ما تسمى الحكومة العراقية وميليشياتها أصبحت وسيلة قتل، يعني أحد أساليب قتل المعتقلين والتخلص منهم هو الإهمال الطبي اللي ينتج عنه مرض التدرن. وبالمناسبة هو ليس هذا المرض الوحيد القاتل في السجون، هناك كثير من الأمراض منتشرة، منها الفشل الكلوي نتيجة ما يعانون من جفاف أو من عطش أو من تناول مياه غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وهناك أمراض جلدية يعني قاتلة وفتاكة أيضا جاءت تكبر المعتقلين. فعملية الإهمال الطبي عمل يعني مقصود ومبرمج وممنهج ضد المعتقلين في سجون الميليشيات وسجون ما تسمى الحكومة العراقية. ولكن أستاذ علي، الجهات الأمنية يعني ترجع الوفيات التي تقع في السجون إلى أنهم من كبار السن أو مصابون بالأمراض المزمنة. هل كل الوفيات في السجون نتيجة الأمراض المزمنة أو هم كبار في السن أستاذ علي؟ قطعا هذا الكلام كذب. من أصحاب الأمراض المزمنة هم يحتاجون إلى أدوية مال الأمراض المزمنة وغيرها. أنا قد أخرج غير يعني خارج الموضوع في هذا السياق. نعم. فقط أعطيك ملاحظة واحدة وللمستمعين الكرام في كل العالم العربي والإسلامي. نعم. من خلال متابعتنا لقضايا ملف السجون المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، هناك 230 معتقل استشهدوا في سجون الاحتلال نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي أو غيرها. نعم. منذ عام 67 حتى هذا اليوم، في حين هذا العدد لدينا في شهر واحد ممكن أن يتم، سواء في السجون الرئيسية أو في سجون الميليشيات الأخرى المعلنة والغير معلنة. أخي، هناك عملية قتل ممنهج للمعتقلين من خلال الإهمال الطبي، واللي يتحمل هذه المسؤولية أساسا هو مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العراق، وهذه مهمته. نعم. واللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تدعي بأنها تزور السجون العراقية ولديها أكثر من 5 مكاتب في العراق. لكن أستاذ علي، إدارات السجون غالبا ما تصدر وثائق الوفاة وهي مشروعة بشهادات من الطب العدلي تفيد ما يثبت روايتها، هل نفهم من ذلك أن هذه الشهادات تنافي الحقيقة؟ نعم. وتواصلنا مع أطباء ودكاترة في عدة مستشفيات، قالوا نحن نعطي هذه الشهادات تحت التهديد، ومن لا يرضخ يتعرض للقتل أو الاغتيال أو النقل أو المطاردة أو الفصل. حتى الشهادات، التقارير الطبية اللي تخص وفاة المعتقل والمعتقل بشكل عام، وثيقة إدانة دولية تعتبر، ولذلك تحرص هذه الجهات المجرمة على يعني إصدار تقارير وشهادات وفاة بما يتلائم ويعني بما يتستر على جرائمه. وهناك، انا لا ابرئ الجانب الطبي. نعم. هناك ناس متعاونين معهم نتيجه اموال، لكن هناك ناس نحن تواصلنا معهم واكدوا لنا بان هناك عمليه تهديد بالقتل والاغتيالات والنقل وغيرها من الاشياء تمارس ضدهم لاجل اصدار شهادات وفاه وتقارير طبية بهذا الموضوع. إذا سلمنا بأن المعتقلين أغلبهم يموتون نتيجة مرض التدرن أو الفشل الكلوي، لماذا لا تقوم الجهات الأمنية بواجبها الطبي تجاه المعتقلين، وبالتالي يعني تقوم بتوفير الرعاية الصحية حتى لا تنتشر هذه الأمراض وعلى رأسها مرض التدرن بين المعتقلين؟ ما السبب في ذلك أستاذ علي؟ سيدي الكريم، أرجع وأؤكد. نعم. أن عملية الإهمال الطبي يراد منها عملية قتل ممنهج للمعتقلين. هم يرعون هذا الأمر، هم يتبنون الإهمال الطبي، الإهمال الصحي للمعتقلين لكي يقتلوهم بطريقة أو بأخرى، سواء
بالتعذيب أو بالإهمال الطبي، لا فرق بين من يقتل تحت التعذيب أو تحت الإهمال الطبي. هذا عمل ممنهج، ولا ننتظر من هذه الحكومة وميليشياتها ومسمياتها أي دور تقوم به في هذا المجال اللي كل العالم يعرف به والمنظمات الدولية تعرف به. عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي، شكرا جزيلا لكم.